إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لا. وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئا. وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا. النتائج والثمار والخصائص والآثار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى. منها: إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن. أن يحبك الناس، أن يحبك من حولك. إذا أحبك الله منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤت الحكمة يشقى بدخل غير محدود. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، والذي لم يؤت الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقا، والذي لم يؤت الحكمة يجعل من الصديق عدوا. يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة، والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله، وهي من ثمار محبة الله. أن تؤتى الحكمة. إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة. السكينة حالة من الرضا، من السعادة، من التفاؤل، من القوة، من الثقة بالنفس، من سداد الرأي، من صحة الرؤية. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والإنسان قد يؤتى مالاً وفيراً وصحةً وقوةً وذكاءً ولا يؤتى الحكمة، فهو أشقى الأشقياء. لذلك قيل: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان، هي ثمرة من ثمار محبة الله. يعني إذا أحبك الله شيء لا يتصور. أن يحبك خالق السماوات والأرض، الذي بيده كل شيء، الذي بيده من هم فوقك ومن هم تحتك ومن هم حولك، الذي بيده صحتك وأهلك وأولادك، الذي بيده حياتك أو موتك ورزقك. لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء، وإذا فاتته معرفة الله فاته كل شيء. من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا. ترضى أنت، ترضى عن وجودك، وترضى عن وضعك، وترضى عن دخلك، وترضى عن أهلك وأولادك. الرضا أحد أسباب السعادة. فالمؤمن راضي. والله الذي لا إله إلا هو، لو شققت على صدر مؤمن عرف الله لرأيت فيه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لكن بعضهم قال: ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك الرضا، منحك السكينة، منحك الحكمة، منحك نعمة عزت على معظم الناس، منحك نعمة الأمن. نعمة الأمن شيء لا يقدر بثمن. قد ينجو الإنسان من آلاف المصائب لكنه خائف، وأنت من خوف الفقر في فقر.
وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. الآن في عندنا أزمات قلبية سببها الخوف من أزمات القلب، تأتيه بأزمة. نعم، لذلك حينما ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة طبع منه 5 ملايين نسخة. هناك قلق في العالم سببه البعد عن الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.